استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة باسم رحيم الرحمن رب عالم خالق للأكوان صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تلفع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه فقال له ولسوف يعطيك رب فترضى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وما أكثر النفحات في الإسلام. فبعد أيام قليلة نعيش مع العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر التي أقسم بها الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال: والفجر وليال العشر. العشر التي يؤدي فيها المسلمون الركن الأعظم من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين، وزيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. واكتب لنا يا رب العالمين الطواف حول الكعبة قائلين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار، ادخلنا الجنة مع الأبرار. واكتب لنا يا رب العالمين أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. واكتب لنا يا رب العالمين السعي بين الصفا والمروة قائلين: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. واكتب لنا يا رب العالمين ركعتين في حجر سيدنا إسماعيل. واكتب لنا يا رب العالمين الوقوف بعرفات الله. واكتب لنا يا رب العالمين ذكر الله عند المشعر الحرام. واكتب لنا يا رب العالمين المبيت بمنى ورمي الجمرات. واكتب لنا يا رب العالمين زيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. واكتب لنا يا رب العالمين صلاة ركعتين في الروضة الشريفة قائلين: ربنا كما وعدتنا في الدنيا وأكرمتنا بالصلاة في الروضة الشريفة في الدنيا
الآخرة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. فهيا بنا لنعيش مع القرآن، مع الكتاب الدستور والذي أنزل على النبي النور، كتاب محمود أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيد محمود علي حسن، على التلاوة بمصر العالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم ببهن باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء مثل كلمة خبيثة كشجرة
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما كشجرة طيبة أصلها ثابت. صدق الله العظيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا أصلها ثابت في السماء تؤتي أكلها كل حين
تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله 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 الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا
وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا
ربنا ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا
ربنا الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل ربنا ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا وتعايشنا مع القرآن الكريم مع دعاء سيدنا ابراهيم ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. اللهم اجعل قلوبنا يا رب العالمين تهوى المسجد الحرام يا رب العالمين. وهكذا عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم آيات الله البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن على متلاوة بمصر العالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهن باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار ومحطات الديزل الضخمة أقامتها لكم فراشة وإدارة إمبراطور الفراشة بجمهورية مصر العربية الحاج خليل محروس الصغير والمقيم بمدينة العاشر من رمضان والمجاورة 15. وبذلك عبر عسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر محافظات مصر إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوسجة مركز إيهيا لمحافظة الشرقية. النت العالمية عبر العالم عميد مصوري مصر ناصر صلاح وأولاده شارع وادي النيل. الضيافة المميزة المتر محمود أبو عطية. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام باسم أسرة الفقيد الراحل نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى رمز الواجب بمحافظة الشرقية معالي المستشار محمد دياب وإلى معالي المستشار محمد رفعت بيوم.
الخيوعي نائب رئيس نادي قضاة الشرقية، وإلى معالي المستشار محمد عثمان، وإلى سيادة الأبناء وصاحب الواجب وصاحب الخلق الرفيع الأستاذ عمرو الترسي، وإلى معالي المستشار الشرقي عبد المعز، وإلى معالي المستشار الدكتور محمد عبد العزيز، وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء العمدة الحاج مصطفى خضر، والعمدة الحاج فؤاد أبو عطوة، سيادة اللواء وليد الجدي، الوالد الكريم الحاج جلال أبو زدحمة، وجميع عائلات أبو زدحمة جميعا، وإلى الحاج فتحي أبو زيد، وكل عائلات محافظات جمهورية مصر العربية الذين أتوا ليؤدوا واجب العزاء إلى رموز الواجب في محافظة الشرقية، أسرة الفقيدة الفقيد الراحل، فهم أصحاب واجب ولا يأتي الرجال إلا للرجال. وطنا إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. Thank you.